أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من النفط والطاقة. أنا ميساء القلة وفي أبرز عناوينها نتابع. أوبك تحذر من عواقب الإخفاق في تنفيذ اتفاق الجزائر. إيران تفتح 3 حقول نفطية جديدة مع سعيها لزيادة الإنتاج. وفي حلقة هذا الأسبوع نناقش معالم السياسة النفطية المستقبلية للولايات المتحدة على خلفية فوز ترامب رئيسا. أهلا بكم. ما حذر الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك محمد باركندو من أن عدم تنفيذ الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في الجزائر في سبتمبر أيلول الماضي لخفض إنتاج النفط الخام سيأتي بعواقب سلبية على قطاع النفط الهش بالفعل. هذا وتطالب ليبيا ونيجيريا والعراق وإيران باستثنائهم من أي خفض في الإنتاج، مع قيامهم باستعادة حصتهم السوقية التي فقدوها بفعل اضطرابات داخلية وبفعل العقوبات. لكن باركندو قال إن إيران طمأنته بأنها ستتمسك بالاتفاق. من جانب آخر، أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح على ضرورة أن يتوصل أعضاء أوبك إلى توافق على تفعيل اتفاق الجزائر لخفض إنتاج النفط، والاتفاق على آلية فاعلة وأرقام محددة لتفعيل الاتفاق. أما على صعيد الجانب الروسي، فقد قال وزير الطاقة ألكسندر نوفاك إن إنتاج النفط الخام العالمي قد يتقرر تثبيته عند مستويات نوفمبر تشرين الثاني إذا توصل كبار المنتجين إلى اتفاق في 30 من هذا الشهر، وأضاف بأنه يرى زيادة فرص التوصل لاتفاق عن ذي قبل، مشيرا إلى أن موسكو ستشارك في أي اجتماع بين دول أوبك والمنتجين من خارجها إذا عقد مثل هذا الاجتماع. وأضاف نوفاك بأن روسيا ستفضل التثبيت. حول طبعا التوقعات المرتقبة لاجتماع نوفمبر في فيينا، ينضم إلينا في الاستوديو سيد ماركا واتس، محرر النفط والطاقة في ميد. أهلا بك معنا سيد ماركا. على ما يبدو بأن الأمين العام لمنظمة أوبك لديه بعض المخاوف من عدم التزام الأعضاء خلال نوفمبر ونهاية هذا الشهر تثبيت الإنتاج أو عملية تخفيض الإنتاج التي اتفق عليها بالجزائر، هل يستمد هذا التخوف من أي معطيات يعني تدور حاليا ما بين هذه الدول؟ هناك مخاوف في سوق النفط بخصوص ما إذا كانت دول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك قادرة على التوصل إلى اتفاق مشترك بحلول 30 من نوفمبر تشرين الثاني عندما يعقد الاجتماع. تاريخيا وخلال السنوات القليلة الماضية كان هناك الكثير من عدم الثقة بين بعض أعضاء أوبك، على الأقل بين السعودية وإيران، بخصوص ما إذا كان الجميع سيلتزمون بتفاصيل الاتفاق. وأيضا هناك روسيا، وباركندو قال الأسبوع الماضي في مؤتمر أدبك في أبوظبي بأن روسيا سوف تنضم إلى اتفاق خفض أو تجميد الإنتاج، لكن لا نعلم إذا كانت روسيا ستوافق على خفض أو تجميد الإنتاج. هذا سؤال آخر مطروح دون إجابة. الرئيس التنفيذي لشركة روزنفت وهي أكبر شركة نفط روسية قال بأنهم لن يخفضوا الإنتاج، وهذا يعاكس ما قاله بوتين. إذا هناك شيء من عدم الاتفاق الداخلي في روسيا بخصوص الاتفاق. اتفاق أوبك هو شيء، وهناك نزاعات داخل أوبك، وهناك أيضا نزاعات مع الدول غير الأعضاء في أوبك. وإذا نظرنا إلى سوق النفط حاليا والأسعار، يبدو أن هناك كثير من الشكوك تحوم بخصوص إمكانية التوصل إلى اتفاق في نهاية نوفمبر تشرين الثاني المقبل. كنا تحدثنا سابقا بأنه عدد من الدول طلبت استثناءها، منها كان العراق ومنها أيضا ليبيا وهذه المرة إيران. لكن على ما يبدو التصريحات التي يتحدث عنها باركندو بأنه إيران ذكرت بأنها قد تتجه إلى نفس عملية التثبيت، هل يمكن أن نأخذ تصريحات إيران هذه المرة على محمل الجد أيضا؟ هناك أمر يجب أن أخذه بالاعتبار بخصوص إيران، هي أن تحاول زيادة إنتاجها إلى مستويات
كانت سائدة قبل فرض العقوبات أي عند 4 ملايين برميل، ومنذ رفع العقوبات في يناير كانون الثاني الماضي الإنتاج الإيراني ازداد بوتيرة أسرع مما توقعها الناس، وعاد إنتاجه إلى المستوى، وإيران فتحت 3 آبار جديدة هذا الأسبوع، والعديد من الناس يشعرون بأن إيران قد وصلت إلى الحد الأقصى الذي تستطيع الوصول إليه دون المزيد من الاستثمارات وتطوير الحقول الجديدة. وبالتالي لا أعلم إذا كان الأمر مرتبطا بثقة أم لا، لكن هل إيران قادرة على زيادة الإنتاج بصورة إضافية؟ وإذا لم تكن لديها القدرة على زيادة الإنتاج، فلما لا تنضم إلى الاتفاق الخاص بتجميل الإنتاج، وخاصة إذا وافقت السعودية ضمن الاتفاق ذاته على خفض إنتاجها؟ وبالتالي لماذا لا تنضم إيران إلى هذا الاتفاق وليس لديها شيء تخسره في تلك الحالة؟ وربما يجب أن ننظر إلى إيران من ناحية أخرى الآن سيد مارك، يعني والتصريحات التي أدلى بها دونالد ترامب اتجاه إيران بأنه قد يكون هناك أيضا عدم اتفاق من جهته على البرنامج النووي، هذه الخلافات الأمريكية الإيرانية هل يمكن أن تشعل أيضا مواقف أخرى حول عمليات اتجاه إيران بإنتاجها النفطي؟ دونالد ترامب لديه أمور معقدة بخصوص اجتماع أوبك، وموضوع فوز ترامب طرح مخاوف جديدة بخصوص تأثير ذلك على إيران. ترامب خلال حملته الانتخابية قال بأن أمريكا وقعت صفقة سيئة مع إيران بخصوص الملف النووي، وبأن الشروط كانت متسائلة مع إيران، وبأنه سيسعى إلى إلغاء الاتفاق أو ربما يحاول تحصيل صفقة أفضل لصالح أمريكا مع إيران. نحن ننتظر لنرى إذا كان هذا الأمر يحتل أولوية على جدول أعمال ترامب عندما يصبح رئيسا في يناير كانون ثاني المقبل، وإذا سعت أمريكا لتغيير الاتفاق فسيكون هناك تأثير من هذا الأمر على رغبة شركات بالاستثمار في إيران. شركة نفط الفرنسية توتال قالت في الآونة الأخيرة بأن انتخاب ترامب لن يؤثر على استثماراتها في إيران، وهي وقعت مؤخرا صفقة مع إيران للعمل على أحد حقول الغاز. إذا وجود شركة أوروبية تقول بأن انتخاب ترامب لن يؤثر عليه هذا أمر إيجابي، لكن هناك الكثير من الغموض وعدم اليقين بخصوص نوايا ترامب وبخصوص ما يستطيع فعله وكيف سيؤثر ذلك على أوروبا وروسيا والصين والجهات الكبرى الأخرى في العالم بخصوص استثمار في النفط في إيران. لكن أخيرا، ما هي نظرتكم خلال الأسعار حتى نهاية شهر نوفمبر؟ لأنه رأينا ردة فعل قوية على المخزونات الأمريكية التي جاءت فوق التوقعات، وأيضا هذا الفوز كان له أثر. بالنسبة لنصر ترامب، هو أثر على الأسعار، لكن لا نعلم التأثير المستقبلي. طبعا لا أعلم كيف ستكون الأسعار بين الآن والاجتماع. رأينا ردود أفعال قوية تجاه أي معنويات تصدر من الأوبك أو السعودية، لكن طالما أن المحللين غير متفائلين جدا بخصوص اجتماع أوبك، وبالتالي هذا يعني أننا لن نرى أي تحركات كبيرة في الأسعار. وكالة الطاقة الدولية سوف تصدر تقريرها، وهي تقول أنه دون اتفاق أوبك فإن إنتاج الدول من خارج أوبك سيزداد ب 500,000 برميل يوميا في السنة المقبلة، في حين أن الطلب من الدول الأساسية مثل الصين والهند لا زال ضعيفا. وبالتالي دون وصول أوبك إلى اتفاق بخصوص تجميد الإنتاج أو خفضه، فإنه ليس هناك تفاؤل بخصوص نمو الأسعار في 2017. وأشكر وجودك معنا سيد مارك واتس، محرر النفط والطاقة في ميد، على كل هذه التفاصيل. قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع استمرار التخمة بسوق النفط خلال العام المقبل ما لم تخفض أوبك الإنتاج، مع تعزيز المنتجين في أنحاء العالم المعروض، بينما يتباطأ نمو الطلب. الوكالة ذكرت بأن المعروض العالمي زاد 800,000 برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول إلى 97,800,000 برميل يوميا، بدعم زيادة قياسية في إنتاج أوبك وزيادة إنتاج الدول الأعضاء أو غير الأعضاء مثل روسيا والبرازيل وكندا وكازاخستان.
وأبقت الوكالة على توقعات النمو لعام 2016 عند 1,200,000 برميل يوميا. هذا وافتتحت إيران 3 حقول نفطية جديدة بإنتاج إجمالي يزيد على 220,000 برميل يوميا من الخام، مع سعيها لزيادة إنتاجها بعد رفع العقوبات. وافتتح الرئيس الإيراني المرحلة الأولى في حقلي يدوران وأزرجان الشمالي، إضافة إلى حقل يران الشمالي الذي تتقاسمه إيران مع العراق. وسينتج يدوران ما يصل إلى 115,000 برميل يوميا في المرحلة الأولى، بينما سينتج أزرجان الشمالي 75,000 برميل يوميا. اعتبر وزير الطاقة والصناعة القطري السابق عبد الله بن حمد العطية أن أوبك في موقف صعب أمام فائض المعروض وركود الاستهلاك ووصول المخزون إلى مستويات تاريخية. واستبعد العطية عودة التوازن إلى السوق النفطي في العام 2017 داعيا إلى خفض مستويات الإنتاج وعدم الاكتفاء بالتجميد. والله الآن أمام الأوبك يعني موقف صعب جدا حقيقة، وكيفية التعامل مع الأوضاع البترولية. يعني اليوم احنا أمام حوالي 1.5 مليون برميل فائض في السوق، أمام يعني ركود في استهلاك البترول عالميا، أيضا التخزين العالمي وصل إلى أعلى يعني مستوى في التاريخ. وكيفيه التعامل والتوازن بين السوق بين العرض والطلب، طبعا هذا ايضا من المشاكل الكبيره، ولا اتوقع ان في 2017 سوف يكون هناك توازن، لان التوازن يريد طلب قوي، وليس الان في الافق اي هناك طلب قوي من اي دول الصناعيه او الدول الناميه. طبعا الأوبك يجب أن تتعاون مع الدول المنتجة من خارج الأوبك حتى يكون هناك توازن. قضية أن في اتفاق على وضع يعني خطة ويسمى بالاتفاق على تجميد السقف يعني أو تجميد الإنتاج، وهذه أيضا هي شوية يعني حقيقة هل سوف تساعد في مص الفائض؟ أو سوف يستمر الفائض والدول تنتج في أقصى إنتاجها؟ كل هذه الأسئلة طبعا يجب أن يعني أن يكون لها جواب معين حتى نقتنع أن السوق سوف يعني يتجاوب مع هذه المراحل. أتمنى أن الدول الأوبك ومن الدول المنتجة خارج الأوبك أن يصلوا إلى يعني إلى قرار حقيقي، يعني بدون أن احنا فقط قرار يعني قد لا يكون يعني يعطي نتيجة إيجابية للسوق أو رسالة إيجابية للسوق. لذلك أمام يعني الآن احنا أمام مفترق الطرق، وفعلا هي مشكلة صعبة ومشكلة معقدة وتريد لها جراءة في اتخاذ القرار بين الدول المنتجة من خارج وداخل الأوبك. بعد الفاصل في النفط والطاقة، لماذا تخلت فيتنام عن خطتها لإنشاء أول محطة للطاقة النووية؟ أهلا بكم من جديد. ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة أعلى من المتوقع بمقدار 54 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني، بينما أشارت توقعات مسح بلاتس إلى ارتفاع بمقدار 51 مليار قدم مكعب. هذا وأعلنت إدارة معلومات الطاقة أن إجمالي مخزونات الغاز الطبيعي في أمريكا بلغ 4.17 تريليون مليار قدم مكعب، بارتفاع مقداره 47 مليار قدم مكعب عن نفس الفترة من العام الماضي، وأعلى من متوسط السنوات الخمس بمقدار 189 مليار قدم مكعب. يعني الوعد الذي قطعه دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية بإحياء البنية التحتية الأمريكية أن السلع التي تستخدم لبناء المطارات والجسور وكل شيء تقريبا ستستفيد تحت ولايته الرئاسية، وفقا لتقرير جولدمان ساكس.
وأشار البنك إلى أن الإنفاق من جانب الرئيس الجمهوري المنتخب سيدعم نشاط البناء لترتفع أسعار الصلب وخام الحديد والنيكل والزنك والديزل والغاز الطبيعي. وكان ترامب قال إنه يخطط لإنفاق حوالي 500 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية الأمريكية خلال 5 سنوات. هذا ويتخوف محللو النفط من مستقبل مضطرب لآفاق نمو لسعر النفط في ظل فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيكون هناك المزيد من الدعم لمنتجي النفط الصخري، كما أن السياسة النفطية تجاه مصدري النفط لا يزال يشوبها الغموض. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الدكتور صادق الركابي، مدير المركز العالمي للدراسات التنموية. أهلا بك معنا دكتور صادق. ردة الفعل الأولى التي شهدناها على فوز ترامب كان هو تراجع لأسعار النفط، اليوم تتزايد المخاوف مع توليه الرئاسة الأمريكية، بالتالي هل سنرى مزيد من الضغوطات على الأسعار خلال فترة ولاية ترامب؟ نعم بالفعل، يعني تأثرت الأسواق كثيرا بسياسات التي أعلن عنها ترامب قبيل وصوله إلى الرئاسة، مخاوف كثيرة كما ذكرتم من احتمال عودة النفط الصخري، خاصة وأنه صرح أنه سوف يقوم بتخفيف من أعباء البيروقراطية في قطاع الطاقة، تسهيل بعض القوانين، تسهيل التنقيب في المناطق الفيدرالية، ودعم ضريبي كبير لمنتجي النفط الصخري. وبالتالي إذا كنا اليوم نتحدث عن انخفاض النفط الصخري أو آبار النفط الصخري بأكثر من 60% في عهد ترامب، سوف نشهد زيادة كبيرة، يعني سوف يكون هناك تقريبا سنويا قرابة 1 مليون برميل أخرى تضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا عبء كبير على أسواق النفط إذا ما ترادف أو ترافق هذا بعجز أوبك عن الخفض الحقيقي للمعروض. وبالتالي أيضا لا ننسى أن هناك سياسات من ترشيد استهلاك الطاقة في السوق الولايات المتحدة الأمريكية، استخدام الطاقة المتجددة يتزايد سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار 4%. ترامب يجب أن ننتبه إلى هذه النقطة، هو لم يعادي الطاقة المتجددة، بالعكس هو سوف يدعم كلا القطاعين، القطاع النفطي وقطاع الطاقة المتجددة، وبالتالي يريد أن تستقل الولايات المتحدة من الطاقة، وبالتالي سوف يقل استهلاك عالمي كبير من المعروض، وسوف نشهد هذه الزيادة التي تخوف منها المحللون والشركات الكبيرة في النفط. نعم، هذه الاستقلالية التي يتحدث عنها ترامب دكتور صادق يمكن وجهها مباشرة إلى المملكة العربية السعودية، والذي قال بأنه سيقطع يمكن عملية الاستيراد للنفط السعودي في حال لم تقدم المملكة العربية السعودية أي حماية يعني ربما للقوات، أو تقدم قواتها حماية البلاد من داعش، وبالتالي بدأ العلاقات الآن مشروطة لعملية استيراد النفط السعودي. هل يمكن أن تسير بهذا الاتجاه وفق ما يخطط له ترامب بعلاقته بالمملكة؟ يجب الانتباه إلى نقطة مهمة. أولا، عندما تكلم أيضا عن استقلال الولايات المتحدة من النفط فإن هذا يأخذ وقت، يعني ليس الآن، لأن المصافي في الولايات المتحدة الأمريكية التي تنتج المشتقات النفطية وبأهمها البنزين ووقود التدفئة هي تعتمد على الوقود القادم بشكل رئيسي من كندا والمملكة العربية السعودية. وبالتالي إذا كان ترامب أيضا يلوح بتهديد بشكل غير مباشر، بإمكان المملكة أيضا أن تلوح له بتهديد آخر، أن الانقطاع في الإمدادات التي يعني يراهن عليها ترامب في تلويح بملفات سياسية يؤثر في سوق الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، لذلك يحتاج إلى وقت. الأمر الآخر، إذا كنا نتكلم عن السياسة فإن الولايات المتحدة الأمريكية لها مصالح في المنطقة، وبالتالي لا تستطيع التخلي عنها بشكل مباشر. الأمر الثالث، أن السعودية أيضا هي معادية لداعش، وبالتالي هي ترحب بأي دعم يأتيها، سواء كان الدعم لقواتها أو دعم خارجي، وأيضا داعش لا ننسى
تنسى أنها تهدد المصالح الأمريكية أيضا، وبالتالي لا أعتقد أن الخلاف سوف يكون كبير، قد يكون على بعض التفاصيل لكن المنهج سوف يتفق عليه البلدان. هذه مجرد أحيانا تكون تصريحات إعلامية للفوز بأصوات انتخابية أكثر، للفوز بفوز ببعض الدعم من قبل اللوبيات التابعة لدول أخرى، وبالتالي أعتقد أن ترامب عندما سوف يصطدم بملفات المخابرات الأمريكية سوف يفهم أكثر أنه لا يستطيع أن يتحرك بملف العلاقات الدولية بحرية كما يعتقد. نعم، يمكن النقطة التي يعتمد عليها ترامب الآن في تحريك ملفات الطاقة والنفط دكتور صادق هو إعلانه بأنه قبل فوزه بأنه سيعين هارولد هام وهو الرئيس التنفيذي لكونتيننتال ريزورتس وهي إحدى الشركات النفطية الكبرى الأمريكية، وإذا ما تم تعيينه كوزير نفط هذه الحادثة ستكون الأولى من نوعها لهذا المنصب يمكن من 77. بالتالي هل سنرى اتجاهات مختلفة الآن بتعيين وزير للنفط متخصص في هذا المجال للتعامل مع الأطراف، وكيف سيكون موقف أوبك يعني مع هذه الاتجاهات؟ بالتأكيد سوف يكون له تأثير مباشر، خاصة وأنه سوف يكون نابع من احتياجات ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية. نتكلم عن سياسات هذا الوزير إذا ما تم تعيينه سوف تكون نابعة أيضا من السوق النفطية نفسها. يعني ترامب رجل أعمال وبالتالي هو أيضا لديه مقياس في الأرباح والخسائر حتى بالنسبة للتجارة الدولية، لذلك هذا الوزير سوف يكون سياساته تخدم سوق النفط أيضا حتى تحقق الولايات المتحدة أكبر قدر من العائد. يعني مثلا إذا كان اليوم نتحدث عن أن استيراد الولايات المتحدة الأمريكية يفوق إنتاجها، بالتأكيد سياسات هذا الوزير سوف تقوم على دعم السوق المحلية وبالتالي التقليل من الاستيراد. هذا يتطلب أن يكون هناك استثمارات أكبر لشركات النفط وبالتالي أرباح أكبر لها، أرباح شركات النفط تأتي من ارتفاع الأسعار، وبالتالي هنا نرى بأن سياسات هذا الوزير سوف تتفق مع سياسات أوبك في امتصاص المعروض، لأن شركات النفط الأمريكية الكبيرة تشكل 12% من سوق الأسهم، وبالتالي أي انخفاض في إيراداتها يؤثر في سوق الأسهم والبورصة الأمريكية بشكل كبير. أعتقد أنه سوف يكون هناك اتزان أكثر في سياسة النفط في الولايات المتحدة الأمريكية التي سوف تكون منسجمة مع أوبك، والتي أيضا سوف نرى يعني باعتقادي أوبك سوف تتفاعل مع هذه السياسة. قد نشهد في اجتماعات أوبك ليس هذه الحالية، القادمة في السنوات القادمة وجود الولايات المتحدة الأمريكية أيضا من بين منتجي النفط غير التقليديين إلى جانب روسيا. وشكرا جزيلا لك دكتور صادق الركابي مدير المركز العالمي للدراسات التنموية، كنت معي من لندن. أعلنت الوكالة الدولية للطاقات المتجددة إيرينا بأن تحقيق أهداف الأمم المتحدة واتفاق باريس في شأن خفض الانبعاث الحراري والانتقال إلى طاقات بديلة يحتاج استثمارات تقدر بنحو تريليوني دولار حتى عام 2020، قد توفر 6 ملايين فرصة عمل في العالم، وهو ما يساعد في تحريك النمو وتسريع التنمية في عدد من دول الجنوب. أكثر من مليار شخص حول العالم يعيشون دون كهرباء، بينما يعتمد 2.9 مليارا على المصادر الطبيعية والغابات لإنتاج الطاقة والطهي الطعام، ما يزيد عدد الفقراء من النساء والأطفال الذين لا يحصلون على وضع تعليمي وصحي مناسب. لهذا ترى الوكالة الدولية للطاقات المتجددة أن الانتقال إلى الطاقات البديلة هو الحل الأمثل لتحريك النمو وتسريع التنمية في عدد من دول الجنوب، حيث تحتاج إفريقيا إلى إنتاج 10 جيجاوات من الكهرباء الحرارية في السنوات المقبلة، يمكن استخراجها من الطاقة الشمسية وتصل إلى 4300 ساعة أشعة في الصحراء الكبرى. واعتبرت الوكالة كذلك في دراسة وزعتها خلال قمة المناخ كوب 22 في مراكش أن المزاوجة بين الطاقات البديلة والنجاعة الطاقية ستساعد العالم على تجنب الكوارث المرتبطة بالتغيير المناخي وتحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بأقل من درجتين مع نهاية القرن الحالي، وستؤمن 24 مليون فرصة عمل باعتماد 36% من الطاقات المشتركة بحلول عام 2030. وأعلن البنك الأوروبي للاستثمار من جهته أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء
تحتاج تمويلات قيمتها 10 مليارات دولار سنوياً خلال السنوات الخمسة عشر المقبلة للتحول إلى الطاقات المتجددة مثل الشمس والرياح والمياه، ولا يتوفر من هذا المبلغ حالياً سوى 3 مليارات دولار سنوياً، وذلك بسبب ضعف التمويلات المهتمة بالجانب البيئي والتنمية المستدامة. قررت حكومة فيتنام إلغاء خطتها لبناء أول محطة للطاقة النووية في البلاد نظرا لانخفاض تكاليف مصادر الطاقة الأخرى وفي ظل تراجع الطلب على الطاقة بسبب التباطؤ الاقتصادي. هذا ومن المقرر أن تقدم الحكومة مقترحا للبرلمان لإلغاء المشروع الذي من المتوقع أن يتم التصديق عليه هذا الشهر. وصادقت فيتنام في 2009 على خطط لبناء محطتين للطاقة النووية بقدرة إنتاجية تبلغ 4000 ميجاوات، واختارت شركة الطاقة النووية الروسية روساتوم وشركة جابان أتوميك باور لبناء المفاعلات، كما وقعت اتفاقا لاقتراض 8 مليارات دولار من روسيا لتمويل هذا المشروع. بهذا مشاهدينا نأتي إلى نهاية حلقة النفط والطاقة لهذا الأسبوع. للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا cnbcarabia.com وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. إلى اللقاء.